جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ينبع النخل رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا من هنا، تقول أختكم أم زهور. أم زهور تسأل وتقول: هل صحيح أن النفساء لا تصوم ولا تصلي حتى تكمل 40 يوما حتى لو طهرت؟ أرجو التوضيح والإرشاد، جزاكم الله خيرا. هذا غير صحيح. المرأة النفساء إذا انقطع دمها قبل 40 فإنها تغتسل وتصوم وتصلي، فإن عاد عليها الدم قبل 40 فإنها تجلس، وما صامته وصلته في فترة النقاء يكون صحيحا، وإنما تجلس إلى 40 إذا استمر معها الدم، إنها تجلس إلى 40. أما لو انقطع في أثناء 40 فإنها تغتسل وتصوم وتصلي، فإن استمر منقطعا فالحمد لله، وإن عاد إليها في أثناء 40 فإنها تجلس إلى أن تتم 40، وما صامته وصلته في أثناء النقاء والطهر المتخلل في أثناء 40 فإنه صحيح ويحتسب لها.